الأهلي بشخصيته اللي اعتدنا عليها يتوج بالسوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه أمام الزمالك، مهما ظهرلك في أسوأ أحواله يعود مرة أخرى قادر دايما أنه يصنع الحدث بتاريخه وشخصيته اللي كانت ولا زالت بتميزه عن الكل. الأهلي يا سادة دايما وأبدا فريق سوبر ويستحق السوبر. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10 والحلقه سوبر يا جماعه. من كام يوم الزمالك بطلا للسوبر الافريقي، النهارده يوم الاهلي نحتفل بالاهلي. الاهلي بطل للسوبر، السوبر المصري، بطل فوق العاده كعادته، بطل في كل الاحوال. يبعد الاهلي بعض الوقت، قليل من الوقت، يعود كالعادة نسر جارح دائما وأبدا يبحث عن البطولة. منصات التتويج ما بتبعدش كتير عن النادي الأهلي. الأهلي النهاردة فاز بكأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، أداء رائع جدا جدا، تحديدا في الشوط الأول. الشوط الثاني تبادل هو ونادي الزمالك روعة الأداء. في الوقت الإضافي الاتنين وقعوا بدنيا. في المجمل مباراة قمة بين الأهلي والزمالك بقالنا كتير ما شفناهاش. سبحان الله، خلصت تعادل سلبي قبل ضربات الترجيح، بس المباراة حلوة، المباراة ممتعة، الاتنين ما قصروش، لا الأهلي ولا الزمالك. وتسع ضربات ترجيح هنا وتسع ضربات ترجيح هناك، كل حاجة النهاردة كانت ممتعة. أداء الفرقتين رائعين جداً، أجهزة فنية ممتازة جدا، سواء مارسيل كولر أو جوزي جوميز، وهتكلم على الاتنين تفصيلا. اللعيبة هنا واللعيبة هنا، في نجوم في المباراة كتير جدا. الجمهور النهاردة كان مثالي، كل حاجة كانت حلوة النهاردة، كل حاجة.